Yo, terveys, mä oon Arkadu Fizist. اليوم جيت نشارك معكم حاجه ديال اللوجيسيالات، من اللوجيسيال اللي تنخدم به انايا باش ريكوردي الى لاك ولا تراب اف بي اس تكون كاليتي مزيان، ونتبعو معايا الفيديو من الاول للاخر باش تفهمو بلا. المهم اول حاجه بالنسبه لنا كتجي يقولك ولا الكونفيكوراسيون ديالك، الا راه عندك تركيراتي سيري شد تحت ديك الكاليتي غنوريكم الكونفيك ديال انتير فور اي سان كاترين جينيراسيون. كاين شكارت جرافيك، كاين والو بي سي عادي بحال كاع البيسيات، لكن اليوم نعطيكم الحل كيفاش طلعت تنشوف الكاليتي تحيدو عليكم الله. غنبداو بأول لوجيسيال اللي هو فالا، ندخلو للمزيالة هكا نجيو لهنا نديرو إعدادات. أنا تقدرو ديرو نفس الإعدادات لي داير ولا ديرو الإعدادات على حساب كل واحد فيكم. بالنسبة للكاليتي كاين كاع الكاليتيات لي بغيتي، شوف بالنسبة للإف بي إس كاين جي ستين إف بي إس، بالنسبة للصوت هو الكاميرا اي حاجه بغيت. تجي لهنا انت تعزل ديك الساعه على حسب كاليتي، على حسب حجم ديال الشاشه اللي عندك، ولا على حسب المنطقه اللي بغيتي تريكوردي. تعزل كيما بغيت هنا 920 80 اللي بغيت تبدا الريكورد. المهم جبتو معايا حتى الاخر باش نوريكم كيفاش تحيدو العلامة المائية ما طلعش لكم في الفيديوهات. هذا هو اول لوجيسيال معانا، نوريكم تاني لوجيسيال اللي هو ايفون. دخلوا ليه حالو بحال الاخر جي سي جين. كاد البارامتر ديال الموبايجي دير سي شوية ريكوردي نورمال، شوفو تالي توجيسي لي شرحت بيه تجيني مزيان في الخدمة ديالو وقالت مزيانة. غير هو كل بي سي خصك تقعد البارامتر ديالو على حساب اللي هو الأو بي إس اللي هو تريكوردي فيديو. دخل الأو بي إس هاكا دير ستيتشينغ، نتا دير ديك ستيتشينغ بحال اللي عندي، تجي غير لهنايا هنا دابا ما عرفت من تحيد تعلق الريكورد، تجي لهنايا دير الكاليتي اللي باش تصور لها في الفاير، ودير لنا الكاليتي اللي على حساب الشاشة اللي عندك، وهنايا تعزل الاف بي اس اللي بغيتي، جاية على حساب الاف بي اس اللي كاش كتقعد خدمة 30 خدمة 40 خدمة 60 بما يبان لك اللاك تحيد كمل كود الاف بي اس. ساعة تجي هنا يجي دير أبديت دير أوكي، هو واحد الحاجة بالنسبة للناس اللي شي فغاوي يريكورديو في فاير أو بي إس وما تعرفوش، أنا أعطيكم الحل دابا. شي واحد ما يبقى عنده هاد المشكلة، تجي لهنايا دير تعيد تكتب بغيتي تريكوردي في فاير دير أوكي، غنجي تزيد هنا نفيد هنا تجي لهنايا عاوتاني دير بعيد اب، تجي لويندوز كابتشر صورة كاملة والسمية اللي بغيتي، تجي حنا سميو كاع فري دير اوكي. بالنسبة لهنايا تيجيو هنا الناس و تيلقاو المشكل، متجاش تبقاش تطلع عليهم فري فاير هما شي يقدروا شي ريكورد وكذا، جيت كون ما فهم او بي اس كامل شي قلب ولا شي لوجيستيك وحده اخر.
بالنسبه للناس اللي شي خدموا او بي اس ما تعرفوش ليه هادشي اللي هنايا بعدا الفرنسي تجي تدخل لو ستارت تدخل لفري فاير غير تدخل لفري فاير تجي لهنايا الاو بي اس تورك هنايا لفري تجي لهنا الا ما طلعتش لك هنايا شي حاجه ما طلعتش لك هنايا هاي دابا تبقى تعدى لك فري فاير بوحدها لكن في حاجه ما طلعتش لك هنايا سهله هتجي لهنايا تورك على بلو ستارز تطلعو هنايا فوق او بي اس هاكا هتجي لهنايا في حاجه مكانتش تطلع لك هتجي هاد القرعه ما طلعتش لك تجي كانسل تلعب شاني هاكا تجي فري فاير قدامها تجي لهنايا هاد القرعه قبلو ستارز دير اوكي هنايا تقصد على الريكورد عادي تقد هنايا الشاشة كيف ما بغيتي لهنا دابا نوريكم الطريقة كيفاش نستعلي هي لوجيسير فيها الزوج هذا مفعل ديما نستعرق عليهم زوج المهم تبع معايا طبعا نستعرق على اي واحد هذا هو جد تقدمو ندخلو لهاد ايفون نديرو ليه اكسترا يو سي نديرو مود باس واحد جوج تلاتة ندخلو سيتاب نوركو اوكي لوجيسيال جافا دابا تلقاو بعلامة مائية هاد لوجيسيال ما مشريش هاد لوجيسيال بفلوس نوريكم كيفاش كراكي المهم تسد لوجيسيال هاكا تجي لهنا تدخل طوزي اكس تجي لهنا دير كوبي تمشي لهنايا دير اوبن فايل لوكيشن تجي لهنا دير كولي اوف كلاسي نطبق على اللوجيسيال الحلو اللي عندنا هنا نسدو نديرو كونكشن دابا ندخلو عليه كيما تشوفو معايا دابا تحيدت العلامة المائية دور اللوجيسيال برو تقدر دير الكاليتي اللي بغيتي دير الحجم اللي بغيتي ريكوردي بيه دخل لهنا السيجي وكنت كاد السيجي على حسابك اللي بغيتي اف بي اس جين اف بي كات تدخل الجيم عادي جدا وتلعب ونتمنى تكون استفدت من الشرح لي اليوم اللي ما فهمش حاجه يكتبها لي في الكومنتات وبيس عليكم.